تؤكد مصر أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار. 3. ترفض مصر منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف. اهلا بحضراتكم. حن صانع القرار في مصر لا يكون في عونه على الوضع الحالي. انت امام مشكله دوليه وهتدفع الثمن، هتدفع الثمن. والان في تصنيف، انت مع ده ولا ده؟ عايز اقول لك ان انت يوم الثلاث الماضي قبل قمه الامم المتحده او الجلسه، جلسه طارئه اللي لم تعقد من سنه 97 على التصويت، حضرتك صوتت من ضمن الدول اللي هي 141 دوله اللي صوتوا لصالح مشروع قرار اممي يدين روسيا ويدين الغزو الروسي كما اطلقوا عليه للأراضي الأوكرانية، وطالبوا بانسحاب فوري وغير مشروط من كافة الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا. عايز اقول لك ان قبل هذا الاجتماع في يوم الثلاث، كان الاجتماع ده يوم الاربع او الجلسة يوم الاربع، يوم الثلاث جلس معك سفراء دول جي 7 مخصوص جايين لك او موجودين اوريدي، السفراء اللي موجودين في مصر مع الخارجية المصرية لاقناع مصر بالتصويت لصالح المشروع الاممي اللي بيدين الغزو الروسي لاوكرانيا. بنتكلم على الجي 7، يعني بنتكلم على المانيا، بنتكلم على ايطاليا، فرنسا، بنتكلم على اليابان، بنتكلم على المملكه المتحده، بنتكلم على الولايات المتحده الامريكيه، بنتكلم على كندا. الدول دي كلها صممت انها تقنع مصر بانها تصوت لصالح القرار الخاص بادانه روسيا، بل انهم عددوا المصالح المصريه او المصالح اللي هتستفيد بها مصر من التصويت لصالح هذا القرار. اتكلموا كمان على انه بالنسبه لك كدوله مصريه انت مصلحتك معانا كغرب. خد بالك السفارة الأوكرانية في مصر كانت طلبت مصر أيضا بالتصويت لصالح هذا القرار، مشروع القرار الأممي، وعليه فإنك كصاحب قرار وضعت في موقف حرج جدا ما بين هذا وذاك. طبعا روسيا كانت طلبتك بعدم التصويت لصالح هذا القرار، ولكن أنت أمام وضع معقد للغاية، وعايز أقول لك من الآخر أنك هتدفع ثمن للحرب. مفيش دولة في العالم مش هتدفع ثمن الحرب، كل الدول هتدفع ثمن، ولكن بحسابات النهاردة وبمقالات ومصادر عالمية بننقلها حضرتك هنتكلم عن تفاصيل ممكن تسمعها لأول مرة. عايز أكلمك على أنه من اندبندنت عربية قالت لماذا صوتت مصر على القرار الأممي، وعايز أكلمك أيضا بعيدا عن ده عن تفاصيل بتعرضها نيويورك تايمز حول فكرة الغزو الروسي لأوكرانيا، معلومات لأول مرة بتعرض حول ربط هذه الفكرة بأولمبياد بكين. هل هناك علاقة بين أولمبياد بكين أو بين أولمبياد بكين والغزو الروسي لأوكرانيا؟ وهل نقدر نقول كمان أنه في علاقة بين تصويت مصر لصالح القرار وأزمة سد النهضة الإثيوبي؟ الحقيقة أنه طبعا هنقدر نقول علاقات وعلاقات. عايز أبدأ بمقال نيويورك تايمز اللي اتكلم على أنه هناك كان في معرفة وعلم صيني لدى الصين أن روسيا ستقوم بغزو أوكرانيا، بل أنه وصل الأمر للتنسيق بين روسيا والصين على أساس أنه لا تقوم روسيا بغزو أوكرانيا إلا بعد انتهاء أولمبياد بكين، أولمبياد الشتاء. حضراتكم عارفين الأولمبياد دي كانت بدأت يوم 4 الشهر الماضي، شهر فبراير، وانتهت يوم 20 فبراير. تتصور أنه دخول روسيا أو قرار دخول روسيا لأوكرانيا كان يوم 21، تاني يوم بعد نهاية الأولمبياد، بل أنه الغزو الشامل بدأ يوم 24 فبراير. فبترجع صحافة أو بترجع تقارير مخابراتية عالمية، نتكلم هنا على تقارير مخابراتية غربية، بترصد أنه في علاقة مباشرة بين الغزو الروسي وموعد الغزو الروسي لأوكرانيا وأولمبياد بكين، بل أنه تم توجيه هذا السؤال عن طريق إيميلات مرسلة للسفارة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل نيويورك تايمز. هل الصين لها علاقة بموعد الغزو الروسي لأوكرانيا؟ الحق كان الرد الصيني من السفارة أو من المتحدث باسم السفارة الصينية كان رد جديد، لأنه رفض اتهام الصين هذه التهمة. عايز أقول لك أنه الموضوع مش بس توقف عند ده، لأنه تقارير مخابراتية غربية رصدت، يعني بعيدا عن فكرة أنه في مكالمة دارت بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني في 15 نوفمبر بعد المكالمة الفيديو كونفرنس اللي حصل بينهم، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تبعد الصين شوية عن أنها تميل للجانب الروسي في هذا الشأن.
لدرجة ان حضرتك الجانب الامريكي المخابرات الامريكية بعتوا معلومات استخباراتية للصين باماكن تمركز القوات الروسية على الحدود الاوكرانية، وقالوا لهم فيما معناه كده: هل يرضيكم هذا المشهد؟ نحن نريد منكم التدخل لدى روسيا لمنع حدوث دخول للأراضي الأوكرانية أو غزو لأوكرانيا. عايز أقول لك إنه المقالة في نيويورك تايمز بتقول كلام أخطر من ده. تم سحب قوات، عدد كبير جدا من القوات الروسية على الحدود مع الصين. تعتبر كده إن الصين هي أكبر دولة لها حدود مع روسيا، وروسيا هي أكبر دولة في العالم. فالقوات الروسية اللي على الحدود مع الصين تم سحبها وأخذها للحدود مع أوكرانيا وأيضا الأراضي البيلاروسية تمهيدا لغزو أوكرانيا. وده يدل بحسب المقال على الثقة الغير متناهية من قبل روسيا للصين. انت سبت الحدود الروسية، سحبت الجنود من على الحدود وديتهم استعدادا لدخول أوكرانيا. التقارير المخابراتية دي كمان لم تتوقف عند كده. التقارير دي رصدت انه الجانب الروسي والجانب الأوكراني او الجانب الصيني كانوا على علم، الاثنين الجانب الصيني كان على علم بموعد هذا الغزو، وانه الجانب الصيني تتصور انه 6 لقاءات جمعت مسؤولين امريكيين بالسفير الصيني في واشنطن لإقناعه ولإقناع بلاده بأنه تمنع الصين روسيا بحكم العلاقات الصينية الممتازة مع روسيا. تمنع الصين روسيا من القيام بهذا الغزو، ولكن لم يحدث. بنتكلم مش بس على لقاءات مع السفير الصيني في واشنطن، بنتكلم على لقاءات مع وزير الخارجية الصيني، كلها محاولات أمريكية انها تحاول انها تجعل الصين يعني عامل محايد او دولة محايدة، وانها يعني تستغل العلاقة الروسية الصينية انها تجعل الصين تقنع روسيا بالعدول عن هذه الحرب. تتخيل نتيجة كل ده ايه اللي يحصل؟ نتيجة كل ده تطلع تقارير مخابراتية بعدها. كل ده كان بيحصل في نهاية العام الماضي. حضرتك يجب ان تعلم ان اللي بيحصل النهاردة مترتب ليه من شهور ماضية. انا بكلمك كل التقارير دي من نوفمبر الماضي. وعارف انه اتجهت التقارير لكشف ما فعلته الصين. الصين راحت قالت لروسيا الناس دي عايزة توقعنا في بعض. انا ببسط لك اللغة اللي مذكورة في المقال بلغة بسيطة جدا، لانه كلام احيانا بيكون معقد، ولكن من الاخر بيقولوا لهم كده: بعد اللقاءات اللي جمعت المسؤولين الامريكيين مع المسؤولين الصينيين، راحوا الصينيين قالوا للروس: احنا الناس دي عايزة توقعنا، احنا الاثنين في بعض، احنا علاقاتنا علاقات متينة. اللي نقل الكلام ده المخابرات الأمريكية اللي نقلت على أن الصين راحت قالت روسيا هذا الكلام. أنا عايزك تتخيل المشهد، يعني ناس بتتكلم بهذه اللغة، ولكن طبعا بتكون لغة معقدة شوية، احنا بنفك شفرتها بشكل بسيط للغاية. عايز أقولك كمان أنه الموضوع هنا يعني العلاقة الروسية الصينية علاقة ممتازة للغاية. طبعا حضراتكم عارفين أن الصين من ضمن 35 دولة اللي امتنعت عن التصويت لصالح الجانب أو صالح مشروع القرار الغربي اللي بدون روسيا. تكلم على 35 دولة، منهم للمفارقة 3 دول عربية، وهم طبعا العراق والسودان والجزائر. ونقدر جدا جدا أتفهم الموقف الجزائري اللي ما فيش بالنسبة له أي حل غير أنه يعمل ده، لكن الموقف السوداني لست يعني مش متفهمه، الموقف العراقي ايضا غير متفهمه بشكل كبير، لكن الموقف الجزائري احنا بنتكلم على دوله بالنسبه لها روسيا شريك استراتيجي هام جدا للغايه. الموقف المصري بالنسبه له انت عملت زي ما 6 الدول العربيه اللي في الخليج عملت، انت عملت زي ما كل الدول العربيه عملت. ايوه كل الدول العربيه اللي كان ليها تصويت عملت ده، ما عدا المغرب اللي لم تكن موجوده في الجلسه. اما غير ده فكله قام بتصويت لصالح مشروع القرار. عايز اقول لك انه برضو لازم تنظر انت ليه صوتت المشروع هذا القرار. خد بالك انت وضعت في موقف زي ما اقول لك حرج جدا جدا. الغرب او الجي 7 لما جم يتكلموا معاك قالوا لك بالنص كده، انا عايز اقول لك هم بيقولوا ايه باللغه البسيطه للغايه، قالوا لك انت بالنسبه لك مصالحك معانا احنا، انت كدوله مصريه اللي بتعمله روسيا في اوكرانيا، الغزو الروسي لاوكرانيا هيبوظ لك السياحه، هيمنع عنك السياح الاوكرانيين ان هم يجوا مصر، بيمنع عنك عمله صعبه، الغزو الروسي لاوكرانيا هيمنع عنك واردات القمح الاوكراني لمصر، قال لهم كده بالنص من اندبندنت عربي، قال لهم ان وجود الغزو الروسي في اوكرانيا هيمنع عنك القمح. انت بتستورد قمح بنسبه 80%، يعني انت لو كل القمح اللي بتستورده من الخارج روسيا اوكرانيا بتستورد من بالنسبه لك من الدولتين دول 80% من مما تستورده من الخارج، يعني لو بتستورد من الخارج حوالي 12 مليون طن قمح، فانت بتستورد من روسيا واوكرانيا الاثنين مع بعض حوالي 8 أو 9 مليون طن قمح.
وبالتالي قالوا لك انت روسيا بتدمر اقتصادك، بتتعبك ماديا، وبالتالي ما فيش حل غير انك تصوت معانا لصالح القرار. مصر عملت ايه؟ مصر راحت صوتت لصالح القرار زي كل دول المنطقة، نظرت لمن قام بالتصويت لصالح القرار ونظرت لمصالحها، وفي نفس الوقت اصدرت بيان عن طريق السفير أسامة عبد العاطي، وده السفير المصري اللي موجود لدى الأمم المتحدة أو ممثل مصر لدى الأمم المتحدة، وده على فكرة كان سفير مصر السابق لدى إثيوبيا. اتكلمنا عن هذا الشخص أو هذا السفير المحنك قبل كده يعني في فيديو سابق. عايز أقول لك أنه سفير أسامة قال في حيثيات كلامه أنه إحنا صوتنا مع لصالح القرار، ولكن إحنا كمصر عايزين نقول حاجة، والحتة اللي جاية دي كلام هيقوله لصالح روسيا، لأنه قال أنه إحنا لا يجب أن نغض الطرف عن مسببات الأزمة. يعني بوضوح بيقول لروسيا أنا أعلم كمصر أنه سبب هذه الأزمة هو محاولة الغرب ضم أوكرانيا لدول الناتو. حضراتكم عارفين وقلنا الكلام ده قبل كده في مرات عديدة، إحنا أو دولة زي روسيا عايزة تحيد أو تبعد الناتو عن حدودها الغربية، وبالتالي بتعمل أوكرانيا بافر زون. إشمعنى أوكرانيا؟ لأن أوكرانيا وضعها حساس جدا بالنسبة لروسيا، لأن أوكرانيا دولة مطلة بمساحات كبيرة على البحر الأسود وبحر أزوف، فده معناه أنك بتضرب غرب روسيا بمنظومات الناتو الدفاعية ومنظومات أيضا التجسس الخاصة بالناتو. وعلي فإن روسيا اعتبرت ده تهديد الأمن القومي ولم تجد حل سوى أنها تغزو أوكرانيا. ده طبعا بالنسبة لوجهة النظر الروسية، وبالتالي مصر قالت أنه إحنا لا يجب أن نغض الطرف عن مسببات الأزمة، وبالتالي إيه مسببات الأزمة؟ هي أن أوكرانيا لجأت للغرب، وأنه الناتو هيكون أو هتكون أوكرانيا جزء من الناتو. قالت مصر كمان أنه من الآخر يعني ما تعاقبوش روسيا بعقوبات اقتصادية تخرج خارج إطار القانون الدولي، أو من نص الرسالة المصرية نحن بنرفض العقوبات الاقتصادية خارج إطار الآليات الدولية. احنا شفنا ده، الرسالة بتقول المصرية أو التعقيب المصري بيقول احنا شفنا ده قبل كده، تعرضنا ليه قبل كده وندرك مدى تأثيره على البشر. الموضوع ده بيدخل أو بيسبب أزمات إنسانية الناس ملهاش ذنب في هذه الأزمات. عايز أقولك أنه الجانب الأوروبي ضغط عليك بقضية سد النهضة. الجانب الأوروبي هنا بندخل في فكرة أنهم قالوا سننتبه أكثر لسد النهضة بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية. ده كلام الاتحاد الأوروبي، يعني احنا بالنسبة لنا هننظر للقضية. وهنا نظرت مصر لفكرة أنه الجانب الروسي كيف كان موقف روسيا من قضية سد النهضة. روسيا بالنسبة لنا في قضية سد النهضة كانت موقفها صعب شوية، وكانت يعني واخدة موقف يعتبر كده مضاد أو معادل لمصر في قضية سد النهضة. عايز أقولك أنه ده لازم تضعه في الحسبان أو تضع في حسبانك أن روسيا تبنت هذا الموقف لأنه أنت أيضا اتجهت للغرب في فكرة انك تجد من يتبنى مشروع للحل. انت بتبحث عن دولة قوية في العالم تحاول تحللك الموضوع، فلجأت الولايات المتحدة الامريكية، وعليه طبعا ده بيغضب الجانب الروسي. عشان كده روسيا اخذت منك موقف متشدد في البيان الاخير لمجلس الامن اللي المفروض انه كان يدين التصرفات الاثيوبية والملء الاول والملء الثاني في اخر مره. فعايز اقول لك انه بالنسبه لقضيه سد النهضه لم تجد موقف روسي داعم ليك، انت وجدت موقف امريكي داعم ليك على عهد دونالد ترامب وليس على عهد الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن. عايز اقول لك انت بتدرس الدول اللي وقفت معاك او اللي تبنت القرار ده، اللي تبنت القرار 141 دوله بقول حضرتك عليهم، بتشوف الدول دي وضعها ايه، بتشوف موقف عربي موحد. ما يكونش دول الخليج بتتخذ موقف الامارات السعوديه وانت بتتخذ موقف اخر، ده بيعطي انكم قوة واحدة مش دول مشتتة ومفتتة بتديلك هيبة امام العالم. احنا اصحاب قرار واحد، نتجه لهذا الاتجاه معا او ذاك الاتجاه معا. ده الفكرة اللي عايز اوضحها لحضرتك. عايز اقولك كمان انه لا تنسى ان ليك مصالح قوية جدا مع روسيا. انت فعلت اتفاقية الاستراتيجية او الشراكة الاستراتيجية المشتركة في يناير 2021 بعد التوقيع عليها في 2018 بعد زيارة الرئيس بوتين في 2017، بالإضافة كمان للمشاريع الروسية في مصر زي محطة الضبعة النووية واللي بتهتم بالطاقة النووية السلمية، بالإضافة كمان للمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس. يعني عايز حضرتك تدرك مدى تعقيد الموقف. فوانت بتدين روسيا في مشروع القرار، انت في نفس الوقت بتبرر ده وبتقول لروسيا انا دولة مش معادية ليكم وعندي مبررات لاتخاذ هذا القرار، وبشرح ليكم اسباب اتخاذ هذا القرار
وبقول لكم ان احنا ايضا ندرك ان احنا او بنقول ان احنا بنرفض العقوبات الاقتصادية اللي بتفرض عليكم بهذا الشكل. ده الموقف المصري ببساطة وبوضوح. انت بتنظر لمصر، بتنظر للعالم كله، بتنظر لدول المنطقة، بتنظر للصين، بتنظر للهند. الهند ايضا من الدول، من 35 دولة اللي امتنعوا عن تأييد القرار الدولي الخاص بفرض او بطلب روسيا انها تخرج من اوكرانيا على الفور. تكلم على دول كلها، 35 دولة كلها لها علاقات قوية جدا مع روسيا، دول اسيا الوسطى، بعض دول اصحاب النظام اليساري في ثلاث دول، حوالي ثلاث دول في امريكا اللاتينية، وبالطبع الدول اللي رفضت تتكلم على، اللي كانت مع سوريا او مع روسيا بشكل مباشر، هي سوريا بالطبع، تكلم على كوريا الشمالية، بنتكلم كمان على بيلاروسيا. الدول دي شريكة استراتيجية جدا مع الجانب الروسي. طبعا ما ننساش عدد من دول الساحل والصحراء في افريقيا تبنت موقف، امتنعت عن التصويت لصالح القرار الغربي اللي بيدين روسيا. بنتكلم طبعا على السنغال، بنتكلم على بعض الدول في جنوب او في غرب القارة الافريقية، كلها دول كانت ليها او روسيا ليها فيها مصالح، وبالتالي الدول دي يعني امتنعت عن التصويت لصالح القرار. كل دولة بتحسب لمصالحها، ومن الاخر النظام الحالي في مصر بيرى مصالح او بينظر فقط مصلحة الدولة الى اين. فكرة مبادئ الاشتراكية القديمة او فكرة النظام الرأسمالي الحديث وفكرة التوجهات السياسية المتعلقة بنظام الرئيس السادات وفكرة التوجهات السياسية المتعلقة بنظام الرئيس عبد الناصر، يعني ده واخد اتجاه وده واخد اتجاه، لان دول اتجاهين مختلفين تماما عن بعض، اتجاه الرئيس عبد الناصر واتجاه الرئيس السادات. اما الاتجاه الحالي فهو اتجاه يعتبر مزيج بين الاثنين، يرى فكرة مصلحة الدولة وفقط. ربنا يحفظ مصر ويحفظ كل الدول العربية. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.